الله إليكم. يقول ما حكم ما يسمى بالعادة السرية؟ ما يسمى بالعادة السرية الذي هو الاستمناء باليد حرام. قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. حرم الله الاستمتاع بالشهوة إلا مع الزوجة أو مع ملك اليمين، وما عدا الزوجة وملك اليمين فإنه حرام. فمن ابتغى وراء ذلك، يعني غير الزوجة وملك اليمين، أولئك هم العادون، أي المعتدون على محارم الله سبحانه وتعالى، والمتجاوزون من الحلال إلى الحرام. ومن ذلك العادة السرية، فإنها استمتاع غير مأذون به شرعا، وهو استمتاع بغير الزوجة وملك اليمين. نعم.